نجي نبدي بالكارنوت سايكل. الكارنوت سايكل هي أول الدورات اللي يعني وجدت في علم الثرمودينامكس، إذا هي أول أو من أولى دورات الثرمودينامكس، وهي أعلاها كفاءة الكارنوت سايكل. الهدف من هذه الدورة، الهدف من دورة كارنوت، هو أنه نحصل على شغل من التوربين. حتى الرانكن سايكل الهدف من أده الريجنريتيف الريهيت سايكل، هو أنه نحصل على شغل من التوربين. وطبعا إحنا نعرف أنه التوربين راح ينطينا بوزيتيف وورك، شغل موجب. فإذا عندنا الهدف من دورة كارنوت هو الحصول على شغل من التوربين. نجي نشوف الكارنوت منين تتكون. نفس الأجزاء، لأنه ما طول عندك ستيم باور بلانت سايكل هي نفس الأجزاء. بالمحطات البخارية ما عندنا غير هاي الأجزاء. يبقى الفرق شنو؟ الفرق أنه بالبخار الخارجي من البويلر، مثل ما قلت لك بالكارنوت سايكل البخار الخارج من البويلر يكون عندي ساتشوريتد فيبر، يعني درجة حرارة 100 100 109 110، يعني لكن ما يكون محمص. بالرانكين سايكل لا، البخار الخارج من البويلر يجب أن يكون عندي بخار محمص. هي صارت رانكين سايكل فدورة محسنة للكارنود، وهاي بعدين راح نعرف شلون تم التحسين. هنا يعني كأنما الورك زاد عندهم بالرانكين سايكل. ليش؟ لأنه عندك الخط بين 3 و4 لما يصعد عندك السوبر هيت، أول شيء أنت المويستشر يقل، لأنه النقطة رقم 4 راح تزحف، يزيد أنت الإكس إلها، والخط طول اللي هو بين 3 و4 هو هذا الإنديكيشن للبوزيتيف وورك. فمن زاد هذا الخط يعني معناته احنا حصلنا على وورك أكثر. فتشوف إذا نقطة رقم 3 توديها للسوبر هيتد راح يزداد عندك طول الخط بين 3 و4، وبالتالي عندك يعني مقدار الورك زاد. فالرانكن سايكل هي في الدورة المحسنة من الكارنوت سايكل. وكل هذه السايكل هو الهدف من عندها الحصول على شغل من التوربين. فالأجزاء بالكارنوت سايكل هي هم نفس الشيء: بويلر، توربين، كوندنسر، بامب. أول جزء راح نبدي به هو البامب. البامب ده تشوفه واقع بين نقطتين اللي هي 1 و2. طبعا هذا عندك البروسيس اللي أنا مسويت لك إياها، والديسكريبشن إلها، الوصف إلها، هذا الجدول مثل الجدول يعني أنا مسويت لك إياها. هذا مهم تعرف من خلاله، يعني هنا من ممكن أجيب لك من عنده MCQ. يعني بين 1 و2 البروسيس، من 1 إلى 2 اللي يصير عندي، بين 2 و3، 3 و4، 4 و1 اللي بالكوندينسر، بالتوربين، بالبويلر، بالبام، شنو نوع الإجراء والبروسيس اللي يصير عندي. فهسه راح أشرح لك إياه، وتكتب أنت ودينا بعدين، أو هسه تكتب بالتوضيح على الجدول. عندنا سنبدي بالجزء الأول البام. البام واقع بين بروسيس من 1 إلى 2. تلاحظ على التي اس دايجرام بين 1 إلى 2، نقطة رقم 1 الماء الخارج من الكوندينسر بالكارنود ده يكون عندي ميكستشر، يعني ما راح يكون هنا بالكارنود ساتوريتد ليكويد، أيضا راح يطلع بيه بخار. هنا راح يطلع عندي بجزء من البخار وجزء من الماء. فتلاحظ
تلاحظ انه بس الماء راح يكون اكثر من البخار، لانه النقطه هي قريبه على خط الساتوريتد ليكويد، بعيده عن خط الساتوريتد فيبر، لكن ببخار. اذا بالكارنوت سايكل الخارج، الماء الخارج من الكوندنسر راح يكون مكستشر بنسبه من البخار، راح يدخل عندي من نقطه رقم واحد راح يدخل للبام الى ويخرج من البامب. نقطة رقم اثنين راح يخرج ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد ليكويد. نوع الإجراء البروسيس بين واحد واثنين هو ايزونتروبيك، يعني S1 تساوي S2. إذا النوع البروسيس بين واحد واثنين هو ايزونتروبيك. كومبريشن يعني هنا اللي يصير عندي انضغاط، يعني شنو معناته انضغاط؟ يعني الضغط ده يتحول من الضغط الواطي إلى الضغط العالي، ما ده يصير عندي تمدد أو هبوط الضغط، لا، ده يصير عندي كومبريشن، يعني الضغط ده يصعد من الضغط الواطي اللي هو ضغط الكوندنسر إلى الضغط العالي اللي هو ضغط البويلر والتوربين. إذا الإجراء خلال البومب هو ايزونتروبيك، وشون هذا شلون ده يكون الإجراء بالايزونتروبيك؟ هو كومبريشن انضغاطي. إذا بين واحد واثنين خلال البومب هو الإجراء انضغاطي ايزونتروبيك، يعني S1 تساوي S2. روح للبويلر، البويلر بين اثنين وثلاثة راح يدخل للبويلر ساتوريتد ليكويد، ماء صافي يعني ما بي اي بخار، ساتوريتد ليكويد يدخل للبويلر، راح تزداد درجة حرارته ونحصل من عنده على ستيم بثبوت شنو عندي بهذا الإجراء، بثبوت عندي درجة الحرارة وعندي بثبوت الضغط خلال البويلر. إذا راح نحصل راح نحول الأفنانة لدرجة حرارته تبقى ثابتة، العفو، بس راح نحول الفيس من عندي ليكويد إلى فيبر، راح نحول الحالة للماء من حالة سائلة إلى حالة بخارية بثبوت شنو؟ بثبوت درجة الحرارة وثبوت الضغط. إذا الإجراء عندي بين اثنين وثلاثة خلال البويلر إنه راح نعطي حرارة كيو عادل، والإجراء شلون يكون عندي؟ constant temperature and pressure. إذا الإجراء بين اثنين وثلاثة خلال البويلر constant temperature، وعندي راح يكون constant pressure بين اثنين وثلاثة. نضيف شنو؟ هيت عادل، نضيف حرارة. راح يروح عندي اللي حصلنا على ستيم بين الإجراء من اثنين إلى ثلاثة، حصلنا على ستيم اللي هو ساتشوريتد فيبر، طلع عندي بخار ساتشوريتد، يدخل للتوربين بنقطة رقم ثلاثة ويخرج بأربعة. الإجراء بين ثلاثة وأربعة هو ايزونتروبيك، لكن شلون يكون عندي اكسبانشن تمددي؟ هنا أنا كاتبت لك الفيبر اكسبان ايزونتروبيك. إذا الإجراء راح يكون عندي ايزونتروبيك ويكون عندي اكسبانشن تمدد بين ثلاثة وأربعة، راح نحصل من عنده على وورك. إذا خلال التوربين نحصل على وورك، والإجراء يكون ايزونتروبيك يعني S3 يساوي S4. وشون يكون عندي اكسبانشن تمدد؟ لأنه الضغط راح يتحول من الضغط العالي إلى الضغط الواطي، يصير عندي بي تمدد خلال التوربين. هسا عندي خرج من التوربين مكستشر، راح بس يكون عندي نسبة البخار بأكثر من الماي، لأن شوف نقطة رقم أربعة هي قريبة عندي لساتوريتد فيبر، راح يدخل عندي للكوندينسر. بالكوندينسر بين أربعة إلى واحد راح يكون الإجراء شنو؟ هم يعني كونستانت تمبريتشر اند كونستانت بريشر، ويكون عندي الكيو ريجكتد، نطرح حرارة بالكوندينسر. إذا الإجراء البروسيس شلون يكون؟ كونستانت temperature and constant pressure. إذا عندي هاي السايكل اللي أمامكم هي للكارنوت سايكل، ومن ناخذ الرانكين سايكل راح نشوف شنو الفرق بيناتهم. نفس الأجزاء، الرانكين سايكل تتكون من البويلر والتوربين والكوندنسر والبام، لكن على خط أو على التي اس دايجرام اكو اختلافات بالمواقع النقاط.
يعني نقطة رقم واحد راح تروح عندي تكون ساتشوريتد ليكويد، نقطة رقم ثلاثة راح تروح عندي للسوبر هيتد. هذا الفرق بين نقطة رقم واحد ونقطة رقم ثلاثة، لكن نفس البروسيس بين واحد واثنين ايزونتروبيك بروسيس، ويكون عندي كومبريشن بين اثنين وثلاثة كونستانت تمبريتشر وبريشر، راح يكون عندي لكن هناك بالرانكين ما راح يكون عندي كونستانت تمبريتشر بين اثنين وثلاثة، لا، لأنه النقطة رقم ثلاثة راح تصعد عندي السوبر هيتد ويصير عندي اختلاف بالتمبريتشر. ثلاثة وأربعة هنا عندنا ايزوتروبيك اكسبانشن، راح يصير عندي تمدد ونحصل عندي على بوزيتيف وورك، وبين أربعة وواحد راح يكون عندي كونستانت بريشر وتمبريتشر، وراح يكون عندي كيو ريجكتد. هذا الحكي هو نفسه اللي هنا ناتية لكم اياه، البام والبويلرز اللي يصير البروسيس والتوربين والكوندينسر.